أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم في الجزء التالي من حلقتنا، والجزء ده هو الجزء الشيق اللي أنا حقيقي بحبه زي ما كلكم بتحبوه وبتفضلوه. هو الجزء الخاص باستضافة أحد السادة القامات العظماء، أساتذتنا من أساتذة كليات الطب، عشان يتكلم معاكم ويناقشكم ويجاوب على أسئلتكم في أهم المواضيع اللي دايما بتشغل بالكم. طبعا من المواضيع الشائعة اللي كلنا مفيش حد فينا يقدر يستغنى عنها أو ما بيسألش عنها هو التهابات القولون. التهابات القولون بقى بكل انواعه، التهابات القولون التقرحي، اذا كان امراض كرونز ودي حاجه التهابات في القولون ان شاء الله هنعرفها، اذا كان في التهابات في الكبد، اذا كان في امراض مناعيه للكبد، فيروس سي بتاع الكبد، كل ما يخص ذلك هيقدر ان شاء الله باذن الله استاذنا الدكتور هشام المخزنجي استاذ الامراض المتطلبه بالقصر العيني يجاوبكم عليها كلها. اهلا وسهلا دكتور هشام بيه. اهلا بحضرتك دكتور وليد، انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك ومشاهدين حضرتك. حقيقة انت مشرفنا وانا سعيد جدا بالقعده مع حضرتك، ربنا يا رب يديك الصحه وان شاء الله كده نجاوب على كل اسئله الساده المشاهدين ان شاء الله باذن الله. هنبدا الاول دايما بالحاجات العاديه، التهابات القولون. تمام، التهابات القولون المقصود بيها ان في يكون في مرض عضوي عامل التهاب في القولون. بعض حبايبنا المرضى دايما بيخلطوا ما بين اعراض القولون العصبي اللي هو مجرد الام او مغص او انتفاخ في البطن ويقولوا ان ده عندي التهاب في القولون. لا، التهاب القولون هو مرض عضوي بيكون في الجدار بتاع القولون ملتهب، احيانا بيبقى فيه تقرحات زي في مرض التهاب القولوني التقرحي، واحيانا بيبقى فيه اصابه اكتر شويه زي في مرض كرونز. الامراض دي دكتور وليد وحضرتك فاكر واحنا طلبه في كليه الطب اساتذتنا لما جم يعلموها لنا من 30 سنه قالوا لنا دي امراض نادره جدا وممكن يعني تشوفها مره في حياتك. أنا عايز أقول لحضرتك إن دلوقتي بعد أقل من 30 سنة من الكلام ده إحنا بنشوف أمراض القولون وكرونز والالتهاب التقرحي يومياً وأكثر من مريض في اليوم. هل نقدر نسميه زيادة في حدوث المرض؟ ممكن، أو في نسبة التشخيص، أو زيادة إن إحنا بقينا كدكاترة حاطينه في دماغنا أكثر وبقينا بنشخصه، ما عدناش بنتجاوز عنه أو بنخطئ في تشخيصه زي الأول. ويمكن يكون الاثنين مع بعض، ان الاثنين حصلوا مع بعض. الحديثه دلوقتي بقى يعني الاول زمان كنا يا دوبك هو الكشف بايه يعني بالايد، الكشف الكلينيكي او لو سونار، فده ما كانش باين قوي قوي. دلوقتي حاليا اعتقد مع وجود المناظير والحاجات دي بقت تدي رؤيه اكتر اوضح كتير. في حصل قفزات عملاقه في مجال التشخيص بالمناظير، الاجهزه بقت اكثر دقه بكتير من الاول، كمان الحجم بتاع المنظار وتقبل المريض ليه اتحسن كتير قوي عن الاول. اول كنا بنقول المريض مثلا من 20 سنه منظار يطلع يجري بالظبط كعمليه عمليه هعمل عمليه دلوقتي القصه بتخلص كلها في نص ساعه وبيروح بيته بعدها، او اساسا ما بيبقاش فيه اي احساس اثناء المنظار باي شكوى على الاطلاق الحمد لله. طيب لو بدانا في التهابات القولون التقرحي، يعني عايزين برضك ندي شويه اعراض المفروض المريض لما يحس بالاعراض دي. طبعا هو مش معنى ان هو حس بالاعراض دي ان عنده التهابات، بس أكيد. يعني نقول دي زي مرايه اوليه يبدا يروح لدكتور يقول له انا عندي الاعراض دي. امتى المريض يروح للدكتور؟ ده فعلا سؤال مهم جدا جدا، وامتى ممكن يتعامل مع الموضوع هو بنفسه. الالتهاب القولون التقرحي بيتميز بحدوث اسهال مدمم، يعني زياده في عدد مرات دخول الحمام، البراز يبقى غير متماسك سائل احيانا، واهم حاجه انه يبقى فيه اثار دم، مش لازم يبقى نزيف صريح بمعنى كتل دم نازله، بس مجرد وجود دم في البراز ده لازم يلفت انتباه المريض انه يروح يسال طبيبه ايه اللي بيحصل، والطبيب هيطلب التحليلات اللازمه وهيطمنه، ولو مشكله بسيطه بتتحل. ولو بنتكلم عن التهاب قولوني تقرحي غالبا هيطلب ان هو يتابع مع مختص في الجهاز الهضمي علشان يديله عناية افضل بكتير. الجانب الثاني من المرض ده اللي ما يسمى مرض كرون، او زي ما كل عينينا بيقولوا كرونز، هي ابوستروفي اس فما المفروض ما تتقالش بالعربي يعني. فمرض كرون اصعب شويه، لان مرض كرون بيتميز بالام في البطن مع اضطرابات في الإخراج، المريض بيبقى أميل لناحية الليونة وفقدان في الوزن. دي اللي لازم تلفت انتباه المريض. أحيانا الناس بتجدنا متأخرة سنة واثنين وخمس سنين علشان هو ما لجأش لطبيب.
شخص نفسه بنفسه أو سأل حد جاره أو صاحبه وأوصاله بمسكنات وأدوية مطهرة للأمعاء والدنيا مشيت، وللأسف بيجونا وهو المرض في مراحل متقدمة شوية. ويعني الحمد لله ما فيش حاجة مستحيلة على العلاج بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بس بيبقى المهمة أصعب شوية. فأنا كنت متابع فقرة حضرتك من شوية عن الأخبار الطبية، وفعلا رسالة حضرتك هامة جدا، اللي هو يا جماعة ما حدش يسأل جاره أو صاحبه كارثة. أو على النت وياخد النصيحة دي وينزل يشتري الدواء ويتناوله. ده موضوع ده خطر جدا، والأفضل إن احنا نتجنبه. معانا أستاذ حسن. ألو، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أهلا أستاذ حسن، تفضل حضرتك، سؤالك إيه؟ بعد إذنك بكلم دكتور هشام بيه مع حضرتك، تفضل. عندي والله إمساك شديد قوي. إمساك ده بقاله قد إيه معاك؟ 3 سنة. سن حضرتك كام سنة يا فندم؟ عندي حوالي 65. عندك قد إيه؟ 65. ربنا يديك الصحة. ربنا يدي حضرتك الصحة والعافية. تمام، هنرد على حضرتك. اتفضل يا فندم. الإمساك بعد سن 50 هو عرض مهم بنهتم بيه. لما مريض بيشتكي مع إمساك، وخاصة لو إمساك مش يوم يومين، لا قعد سنة كاملة، في السن اللي فوق 50 بننصح بإجراء فحوصات للقولون. الفحوصات دي ممكن تكون بسيطة زي تحليل الدم الخفي في البراز، وممكن تكون أكثر دقة زي منظار القولون. لكن العرض اللي اشتكى منه المشاهد الكريم يستحق الاهتمام، وياريت حضرتك يا فندم تروح لدكتور مختص في الجهاز الهضمي. هو ده طبعا حاجة مهمة. أنا فاهم أصل حضرتك إن هو ما يستسهلش كلمة إمساك مزمن زي الباشا ما قال، فوق سنة أو فوق كذا شهر وبيروحش فوق سن 60 أو 50، ما فيش حاجة اسمها هاخد ملينات، لأن معظم الناس الكبار عندنا يقول لك أنا باخد ملينات خلاص الأمور بتفك. لا، نروح كده ونفحص، عشان لو لا قدر الله في لحميات في أي حاجة هتبان إن شاء الله بإذن الله. معنا أم محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا محمد، اتفضلي، سؤالك إيه؟ ماشي، عندي سؤالين بس حضرتك هقولهم وأسمعك حضرتك من التلفزيون. حاضر. كان عندي جرثومة المعدة، ودلوقتي بيحصل لي انتفاخ على طول كأني حامل كده على طول. وتاني سؤال، كان عندي جرثومة المعدة وتعالجت منها، كان عندي فترة إمساك حوالي 7 شهور كده إسهال مش إمساك، ودلوقتي بقى عندي إمساك. ثاني سؤال، هل ديدان المعده بتاثر على الاولاد او كده عندهم ديدان وكده بتاثر على التهابات القولون برضو الحاجات ديت ولا ايه؟ حاضر، عينيا تحت امرك يا محمد. طيب نبتدي بالاسهل الاول. الديدان، معظم المرضى لما بيسالونا بيتكلموا عن الديدان الدبوسيه، اللي هي بيبقى حجمها صغير جدا حوالي 0.5 سنتي، وبيشوفوها في البراز بتاع سواء بتاع الأطفال أو بتاعهم هم شخصيا، دودة صغيرة حجمها حوالي 0.5 سنتي وبتتحرك في البراز، وعاملة زي السمسمة كده تقريبا بيضة. بالضبط. فدي ليها علاج، وعلاجها سهل ومتوفر في كل مراكز الرعاية الصحية. كل الفكرة إن علاج الدودة الدبوسية لازم يؤخذ لجميع أفراد العائلة في نفس الوقت. يعني هي الدودة دي مش خطيرة ولا حاجة، بس شديدة العدوى. فلما يكون في حد في العيلة مصاب بمنتهى السهولة، بيكون غالبا عدا جميع من يقيمه في البيت. فلما عالج ما عالجهوش هو لوحده، لأن هو هيخف بس هيرجع يتعدي تاني من أخوه أو والده أو والدته. فلما فرد في العيلة بيتشخص بالدودة الدبوسية، بنعالج جميع الساكنين في البيت في نفس اليوم، وده بيؤدي إلى الشفاء بإذن ربنا. السؤال الشيق أكتر اللي هو جرثومة المعدة. جرثومة المعدة مش معنى إن إحنا خدنا علاج إنها خفت. جرثومة المعدة من الحاجات اللي لازم نتأكد من إنها اختفت من الجسم بعد انتهاء العلاج. بندي العلاج اللي المتصلة الكريمة قالت إنها أخدته، وبننتظر بعد نهاية العلاج دكتور وليد شهر كامل،
وبعدين نعمل التحليل، لان هم بيعيدوا التحليل اول ما يخلصوا. بالظبط، دي غالبا بتبقى الغلطه. لان احيان كتير جرثومه المعده بتستخبى او بتدخل في طور كمون، تقفل نفسها، تقفل على نفسها وتستخبى اثناء العلاج. حضرتك لو عملت التحليل يوم ما خلصت العلاج، بعدها باسبوع، بعدها باسبوعين، بالتاكيد كل الناس هيطلعوا سلبيين. لكن الفترة الصحيحة اللي موصي بيها في كل المراجع الطبية انك تنتظر شهر كامل بعد نهاية العلاج ونعمل تحليل الجرثومة، ولو التحليل ده طلع سلبي فاحنا الحمد لله خفينا. الحمد لله. طيب معنا استاذ سلامة. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ سلامة، ازاي حضرتك؟ والله يخليك. اتفضل، سؤالك ايه؟ احنا لينا سؤالين مش ملايين. لا عيد تاني، مش مسمعتش. لنا سؤالين مع حضرتك. اتفضل يا فندم، سامعينك، اتفضل. السؤال الاول، انا عندي القولون ده بيعمل انتفاخات على طول. ايوه، يعني الواحد بيحس ان بطنه مش مرتاحه مع بعض اكلات كده، وفي امساك برضه. كويس. ودي السؤال الاول. وكان عندي جرثومه المعده وتعلمت منها، وبرضه حللت لقيت فيها اكياس قليله. حاضر، عينيا. تابعنا حضر من التلفزيون، ناخد بس استاذ محمد كمان. استاذ محمد، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، سؤالك ايه؟ اتفضل. انا حضرتك عندي القولون العصبي. بمعنى؟ عندي القولون العصبي وعامل لي توترات في جسمي، وعندي ارتجاع في المريء، مفيش راحه. تمام. إيه، اوكي، حاضر، عينيا الاثنين تحت امر. طيب، تحب حضرتك نبتدي بايه؟ هو طبعا ارتجاع المريء جت من عند ربنا. طيب تمام اهو. طيب يعني نبدا باستاذ سلامه. طيب، انتفاخ قولون وجرثومه معده، عشان نكمل على اللي كنا فيه. خلاص، الجرثومه المعده هو نفس الرد السابق، احنا اتكلمنا امتى نتاكد ان الجرثومه خلاص اختفت. السؤال اللي بيفرض نفسه، طب افرض بعد ما خلصت العلاج وعملت التحليل ولقيت لسه التحليل ايجابي، بمعنى ان في دليل على وجود جرثومة المعدة. للأسف احنا بسبب ان احنا بنستخدم المضادات الحيوية كتير قوي كشعب بصورة عامة، كل واحد بيضرب وجاعه يعني بينزل يجيب مضاد حيوي من الصيدلية. صح، بالظبط. وفي معظم الاحيان حتى بناخد الادوار الانفلونزا العادية. فاحنا بنستخدم المضادات الحيوية بصورة عشوائية، ده ادى ان كتير قوي من الميكروبات يبقى عندها مقاومة للمضاد الحيوي، ومن ضمنهم جرثومة المعدة. فاحنا لما ده بيحصل لازم بنستشير طبيب مختص على اساس يدي لحضرتك علاج مختلف. احنا العلاج الجرثومه زي ثلاث خطوات يا دكتور وليد. خطوه بنبتديها مع اول تشخيص، لو نجحت بيبقى كويس، لو ما نجحتش بندي مضادات حيويه يمكن اصعب شويه واقوى شويه، ولو ما نجحتش بندي السلاح الاخير اللي عندنا اللي هو اكثر انواع المضادات الحيويه قوه. ما ينفعش نعكس القصه دي، ما ينفعش من الاول اخد اخر حاجه. طب ما تديني اخر حاجه عندك، بيقولوا كده. كل اللي هيحصل ان مع الاستخدام العشوائي للعلاج اللي المفروض ان هو عينينه للحالات الصعبه، هيحصل مناعه ليه، والجرثومه هتربي مناعه ليه، وهنفقد اي علاج نديه للمريض. فاللي احنا ماشيين بيه ده ان حد اتعالج ومحاوله العلاج الاولانيه للاسف لم تنجح، في خط تاني وخط تالت للعلاج. بس زي ما احنا بننبه ان احنا ما ناخدش المضادات الحيويه عشوائيا، لما الطبيب يكتب لحضراتكم مضاد حيوي لمده معينه ارجوكم ما تاثروش في المده دي. علاج جرثومه المعده لا يقل عن 14 يوم متتالي. مش علبه خلصت خلاص مش هجيب تاني. بالظبط. يعني احنا دايما بقول لكل مرضايا كده ان احنا لو خدنا 12 يوم وقفنا يوم واحد في النص، ولا كأني عملت حاجة تانية خالص. هبتدي من أول وجديد، مش هبتدي أكمل 13 أو 14، هنبتدي من نقطة الصفر مرة تانية. فإذا الطبيب كتب لحضراتكم على مضاد حيوي، يتاخد المدة الكاملة بالجرعة الكاملة. لأن برضو أحيانا بسمع التعليق ده، يا دكتور أنا ضعيف وأنا هستحمل المضاد الحيوي ده. صح. فطب انا خدت يوم او يوم لا، طب انا خدت نص الجرعه اللي حضرتك كتبتها. ده للاسف مش صح. ده كل اللي هيعمله انه هيضيع اي امل لينا في علاج الجرثومه، لانها تبقى مقاومه للمضادات الحيويه. واستاذن حضرتك كمان بس اتاكد انه خد العلاج
وبعدين عمل تحليل بعدها بشهر 2-3 وطلعت عنده جرثومه، ما يروحش يجيب الروشته القديمه ويمشي عليها تاني نفس العلاج، يقول لك ما هو خلاص ما هو الدكتور كاتب لي نفس العلاج. لا، زي ما حضرتك قلت لهم ان في مراحل للعلاج. طبعا هنطلع للخطوه اللي بعدها. لان الدواء طالما الجرثومه اتعرفت عليه اول مره لا يمكن خلاص. لا يمكن. طيب قبل ما نجاوب على سؤال الاستاذ محمد، عندنا استاذ عبد الفتاح معانا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ عبد الفتاح، سؤال حضرتك ايه؟ حضرتك يعني حضرتك اول ما باكل الاكل كده بحس فيه دايما يعني تعب في البطن ودايما في انتفاخ وامساك باستمرار. انتفاخ وامساك بعد الاكل؟ اه يعني دايما انا عندي الامساك موجود على طول باستمرار معايا. اوجات مؤاخذه يعني بجلب بسهال فتره ويرجع بامساك تاني. يعني انت عندك كم سنه؟ 32. كويس. والامساك ده على طول معاك من زمان ولا يعني بقاله كذا سنه ولا لسه قريب؟ لا مش من زمان ولا حاجه، قريب بس. انا بشرب شاي كتير وكده. طيب تحب تسال حاجه يا باشا؟ نعم خلاص ماشي اوكي، تابعنا وهيرد عليك الدكتور هشام بيه. طب ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟ تحت امرك. حضرتك برضو يعني مراتي برضو نفس القصه، بس يعني برضو حضرتك نفس التعب، بس دايما الضغط بتاعها بوطى، فمش عارفين دي من القولين ممكن يوطي الضغط ولا مش له علاقه. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. حاضر، احنا دلوقتي عندنا سؤالين عن موضوع القولون. قولون انتفاخ وامساك وكلهم يعني كلهم. تمام. ده الوقت اللي احنا لازم نقول فيه يعني ايه قولون العصبي. القولون العصبي هو متلازمة ألم بيجي في البطن معاه اضطراب في الإخراج، يعني وجع في البطن، ومع الوجع ده في لخبطة في عملية التبرز، سواء بالإمساك أو بالإسهال أو أحيانا الاثنين بالتبادل مع بعض. إن أحيانا أيام بيبقى إسهال وأحيانا أيام بيبقى إمساك. ولما بنعمل فحوصات للمريض بنلاقي كل الفحوصات سليمة، يعني ما ينفعش ان انا اعمل تحليل والاقي فيه مثلا دوزنتاريا واقول له انت عندك قولون عصبي. لا، انا عندي سبب الاعراض اعالجه الاول. ما ينفعش اعمل تحليل براز والاقي فيه دم واقول له ده قولون عصبي. لا، ده انت عندك مرض عضوي ولازم نعمل فحوصات ادق زي المنظار. لما بتكون الشكوى الم اضطراب في الاخراج والتحاليل بتاعت المريض كلها طبيعية، ده نبتدي نتكلم عن القولون العصبي. القولون العصبي هو حاجتين مع بعض، هو ضغوط نفسية أو ستريس أو فكر زيادة أو حاجة زي كده، مع دايما لخبطة في الأكل. أوكي. إحنا للأسف بقينا دلوقتي متأثرين بالطريقة الغربية شوية في الأكل، اللي هو الأكل السريع. وحش. إن إحنا بناكل ساندوتشز، بناكل أطماط كبيرة جدا، مضغة أو اتنين، وبنبلع، وبعدين نستغرب ان الاكل نازل زي ما هو، ويقول لك انا عندي عسر هضمي يا دكتور اديني حاجه تهضم لي. مضغ الطعام ده خطوه هامه جدا 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 في الهضم. فمريض القولون العصبي بنقول له كل براحتك، ما تبقاش مستعجل، اقعد كل وامضغ اكلك كويس، ما تشربش وانت بتاكل، خلي دايما شرب السوائل للاخر. الحاجات اللي بتخليك تبلع هوا كتير زي مضغ اللبان ملهاش داعي لو تكرمت. احيانا بيبقى فيه حاجات زي البقوليات، لما بناخد التاريخ المرضي من المريض بيتضح انها لما بياكل البقوليات دايما الانتفاخ بتاع البطن بيزيد، وده غالبا علشان القشره اللي هي المحيطه بالبقوليات. فبنقول له ريح من البقوليات شويه لغايه ما بطنك تتظبط، وبعد كده يا ريت تبقى تشيل القشره. يعني مثلا الفول اللي احنا كلنا بناكله، ناكل الفول المقشور، ان هو بعد ما يتدمس نشيل القشره من عليه، وده هيقلل كتير قوي في الاعراض. فكتير قوي من حلول القولون العصبي ليها علاقه بنوعيه الطعام، طريقه الاكل اللي احنا بناكل بيها، والتعامل الاحسن مع الضغوط العصبيه. ان الواحد يدي لكل يعني كل مشكله قدرها، ما يخليش مشكلة تبقى هي نهاية العالم ويقعد يفكر فيها ليل ونهار لغاية ما تجيله الأمراض اللي بنسميها سايكوسوماتيك أو الأمراض النفس جسمية. أوكي. التدخلات الدوائية في القولون العصبي دايما بتبقى وقتية، يعني في الوقت اللي فيه انتفاخ بندي حاجات تقلل الانتفاخ، في الوقت اللي فيه امساك بندي حاجات ملينة بسيطة، في الوقت اللي فيه إسهال بندي حاجات بسيطة تقلل عملية التبرز. لكن مفيش حاجة قطعية،
مفيش كورس علاج حضرتك هتاخده يقوم القولون العصبي يختفي من عندك طول العمر، لان هي زي ما اسلفنا هي مشكله فيا في تعاملي انا مع الضغوط وفي نفسيتي وفي نوعيه اكلي. لو انا ظبطت الاثنين دول الحاجه للعلاج هتقل جدا 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 وهتبقى حاجه يعني شبه نادر. طيب انا بس باكد على كلام سيادتك في حاجه تانية كمان، ان مش كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي عنده حاجه زي ما البي قال. دكتور هشام قال في الاول ايه، نعمل تحليل ونتاكد ما فيهوش اي حاجه. فمش كل واحد من غير ما يعمل تحليل ومن غير ما يروح لدكتور انا عندي امساك، عندي اسهال، عندي انتفاخ، اصلا عندي قولون عصبي. قولون عصبي لازم يتشخص صح، يتشخص عن طريق دكتور بتحاليل واشعه وكل حاجه. ما فيش حاجه اسمها انا عندي، لان كل المرضى دلوقتي يا عندي مثانه عصبيه يا عندي قولون عصبي من غير تحاليل ومن غير اشعاعات، والكلام ده يا جماعه مش صح، ارجوكم يعني يا ريت. طيب قبل ما نكمل الاسئله اللي بعد كده، في معانا استاذ سعيد. الو السلام عليكم استاذ سعيد. الو. طيب هو صوتك مش واصل، يا ريت تكلمنا تاني بعد اذنك. هنرجع بقى لسؤال مهم. طيب ناخد استاذ محمود معانا. هو السؤال ده هداني ورا لغايه ما يخلص ان شاء الله. استاذ محمود. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ محمود، علي صوتك شويه. انا دكتور جنب اليمين ماسك عليه كده وخليني ما اتحركش. لا تاني لو سمحت بس علي صوتك شويه. جنب اليمين. اه جنبك اليمين. ماسك عليه بس ما فيش قلق. ماسك عليك بقاله كام يوم؟ بقاله كام يوم؟ شهرين. شهرين. في اي مشاكل بالنسبه للبول؟ حرقان في البول، وجع، اي حاجه؟ لا مفيش مشاكل بس بخليني ما اتحركش يعني. طيب حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 55. 55 سنه. تمام. أوكي. حضرتك عملت اي فحوصات طبيه؟ لا ما عملتش اي حاجه خالص. طيب الالم من قدام اكتر مش كده؟ في الجنب من قدام مش من ورا. في الجنب من قدام. تمام شكرا. يلا تابعنا حاضر من التلفزيون. طيب قبل بقى ما ناخد محمد نرجع لمين؟ نرجع للاستاذ محمد الاولاني. أيوة. كان عنده قولون عصبي واتكلمنا عليه، فاضل بقى ارتجاع المريء اللي هو شيمة ومن شيمات هذا العصر. ارتجاع طبعًا. المريء طبعا ارتجاع المريء فعلا زي ما حضرتك قلت حاجه بقت شائعه جدا 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 جدا، يعني اكتر من تلت المرضى اللي بنشوفهم في عيادات الجهاز الهضمي جايين يشتكوا من القصه دي، حموضة، حرقان، وإحساس بأن الأكل بيرجع تاني، وأحياناً في ناس بيوصفوا أنه بيحس بطعم الأكل بيوصل لغاية الحلق فوق. ارتجاع المريء حاجة شائعة جداً. للأسف سبب زيادة ارتجاع المريء هو حاجتين، تغير نوع الطعام اللي احنا بناكله والطريقة اللي احنا بناكل بيها الأكل ده. نوع الطعام بمعنى الأكلات اللي هي بتزود الارتجاع، اللي هي الأكلات اللي هي عالية الدهون. دلوقتي في الايرا بتاع الفاست فود، في عصر الاكل السريع ده، معظم الاكلات هي مقليه، مقليه في زيت في سمنه في واتيفر، هي مقليه في الاخر وخلاص. عمليه القلي بتتشرب الزيت جوه الاكل وبعد كده حضرتك بتاكله. الزيت ده لما بينزل في المعده بيبطئ جدا جدا حركه المعده. الاكل اللي هو المفروض يخرج من معدتك في خلال اقل من ساعتين بيقعد من 4 إلى 6 ساعات داخل المعدة، وطول ما هو قاعد في المعدة المعدة عمالة تفرز حامض عليه عشان تهضمه، حامض 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 لغاية ما الحامض ده يطلع لغاية الحلق فوق. فدي أول حاجة، إن إحنا بقينا بناكل أكل فيه نسبة دهون كتيرة. تاني حاجة، العادة السيئة جدا إن إحنا بناكل متأخر جدا، وغالبا بناكل وقبل ما نخلص الأكل نكون نمنا. بالظبط كده يعني مظبط على الكنبة وينام على طول. النوم والمعدة مليئة بالأكل بيؤدي إن الأكل ده يطلع في المريء ويعمل فيه الالتهاب الشديد اللي هو ارتجاع المريء. فإحنا أول خطوة في حل مشكلة ارتجاع المريء إن هو نغير عاداتنا الغذائية، إن الأكلات المشبعة بالدهون دي نبتعد عنها خالص. توقيت الأكل الوجبة الأخيرة لازم تبقى بينها وما بين دخول السرير للنوم أو للاستلقاء 3 ساعات فأكتر، بمعنى أن لو هنام الساعة 11 بالليل آخر أكل أكله يكون الساعة 8 مش 11 إلا 5 يعني زي ما معظم الناس بيعملوا. طب هل نوع الأكل واتيفر نوع الأكل إيه؟ يعني مثلا واحد يقول لك لا 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 انا بالليل باكل اكل خفيف مثلا، او بشرب كوبايه سوري قهوه بلبن او كوبايه نسكافيه او كلام زي كده او زبادي، ما هو ده كله برضك يعتبر حاجه هتزود الحمض.
اللطيف بقى لو احنا فكرنا الزبادي ده عباره عن ايه؟ عن لبن كامل الدسم اتحطت عليه خميره اللي هي بكتيريا وطلعت فيه حمض. فانا بشرب دهون زائد احماض. يعني الاكل العادي ممكن يكون اخف ضررا بصراحه من الزبادي ده. ما انا بقولك عشان كده. طيب معانا استاذ عبد المنعم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. سؤال حضرتك؟ والله السؤال في فيروس بي، فيروس بي اتعالج ل 11 وحده دوليه. هل الواحد يتعالج ثاني ولا ايه؟ انا سمعت اللايت فيروس سي، ممكن حضرتك تقول الجمله اللي بعد كده؟ فيروس بي. بي بي اتعالجت، خدت سيفكس سنه ونص، فقط انتروكورون سنه و11 وحده دوليه. هو دلوقتي 11 وحده ولا 11 انتشر، هل يتعالج تاني ولا لا؟ اوكي حاضر تحت امرك. طيب قبل، معلش اسف، قبل ما تحت امرك معانا استاذ علي. اتفضل. الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ علي، اتفضل سؤالك ايه؟ ايوه يا دكتور عزيز الله يسلمك. سؤالي على موضوع المثانه والبروستاتا دكتور، لان انا كان فتره كده كنت اتعالجت من موضوع البروستاتا كده، وموضوع بيرجع الحلقه بس انا مش متخصص حضرتك يا دكتور. أهلا. ف خدت علاج لمده شهرين ونص كده، الدكتور كتبه لي العمليه اتظبطت يعني، بس اليومين دول الموضوع اتكرر عندي. واخد بال حضرتك؟ فحاليا مشيت مع دكتور اداني شويه مضادات حيويه والعلاج اللي هو بتاع الميه. عندك كام سنه يا استاذ علي؟ نعم. عندك كام سنه؟ 52 سنه. حاضر. بص يا استاذ علي، عشان طبعا هو ده مش موضوع حلقتنا، انا هجاوبك بسرعه كده باختصار بكلمتين. هو اللي بيبقى عندك ده حاجه اسمها تضخم شيخوخي للبروستاتا، اللي هو بيجي للناس فوق 50 سنه. ما ينفعش تاخد علاج شهر شهرين وتبطله. ادويه البروستاتا لما بتبداها لازم تمشي عليها على طول، بيبقى قرص واحد بالليل قبل النوم على طول. لما بتبطلها بترجع الاعراض تاني كانها ما حصلتش. فمؤقتا هترجع لنفس العلاج اللي هو كان كاتبه لك الدكتور، مش المضادات الحيويه، الدواء المخصوص بانه يصغر حجم البروستاتا. اوكي؟ ويتمشي عليه على طول. وتعمل تحاليل بانتظام كل 6 اشهر وتوريها للدكتور المسالك بتاعك. معلش احنا اسفين ده خارج الحلقه بس عشان ما زعلوش. بالعكس. استاذ عبد المنعم كان بيقول فيروس بي خد علاج لمده سنه ونص انت في حاجه زي كده، ودلوقتي طالع له نتيجه 11 انترناشونال يونت. تمام. هل محتاج علاج ولا لا؟ وبالمره ما دام فتحناه نقول الناس اللي خدت انترفيرون فترات طويله ايه المتابعه اللي يعملوها؟ تمام. سؤال جيد جدا جدا. فيروس بي مختلف عن فيروس سي. فيروس بي هو دي ان اي فيروس، وبالتالي هو لا يختفي من الجسم نهائيا. فيروس بي الادويه اللي عندنا كلها، كل الادويه المصرح باستخدامها في العالم كله مش في مصر بس، بتوقف نشاط الفيروس، لكنها لا تصل الى مرحله انه يختفي من الجسم تماما. فدي اول نقطه. تاني نقطه، على حسب هو كان اخد ايه. لو كان اخد الحقن، الحقن هي اللي ليها علاج ذو مده محدده من 12 ل 18 شهر وبتقف بعد كده. هو عمل كده، خد شهر سنه ونص يا 18 شهر. لكن لو كان بياخد حبوب، العلاج فيروس بي بالاقراص، علاج فيروس بي بالاقراص زي ما حضرتك قلت للمتصل قبل كده عن علاج البروستاتا، هو علاج طول العمر. بمعنى ان احنا لما بنبدا علاج فيروس بي بالاقراص الاستجابه تبقى هايله جدا، لكن الاستجابه معتمده على دوام استخدام الدواء. بمعنى انه لازم يستمر على استخدام الدواء، ولو كان وقفه لا الاحسن انه يرجع له تاني. فهو بس موضح لنا في نقطه، هو كان بياخد حقن. هو كان واخد حقن وخدها 18 شهر. حقن كويس جدا. و11 انترناشونال يونت دي، هل دي كده معقوله ما فيش مشاكل؟ معناها ان الفيروس مش نشط. اندتكتبل. غالبا نشاط الفيروس بنبتدي نقول عليه من اول 2000 انترناشونال يونت فاكتر. 11 ده مش نشط. هل بيحتاج متابعه؟ اه طبعا بيحتاج متابعه. لان الفيروس بي زي ما قلنا ما بيختفيش من الجسم خالص. هل ممكن بعد كده في وقت من الاوقات ينشط تاني؟ ممكن. هل ممكن تحصل شويه مضاعفات بسيطه؟ ممكن، بس اقل بكتير من اللي ما تعالجش طبعا. يعني العلاج بيقلل جدا 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 نسبه حدوث المضاعفات، لكن لا يجعلها صفر. ما زال محتاج متابعه. طب المتابعه بقى تبقى للناس دي كل كام شهر يعمل تحليل ويعمله عادي ولا يعمل بي سي ار يعني؟ تمام. المتابعة الأهم للمرضى هي بعمل سونار وألفا فيتو بروتين، لأن أهم حاجة يعني بتفرق معانا في مرضى فيروس بي اللي هي البؤر الكبدية،
ودي استبعادها بيتم بتحليل الدم زائد السونار، والسونار يتعمل في مكان مختص مش مكان غير مختص. المتابعة بتاعة البي سي آر، لا متابعة البي سي آر مش شرط تبقى كل ست شهور ولا حاجة زي متابعة السونار. ممكن البي سي آر ما بنعملوش غير لو لقينا ارتفاع في الإنزيمات الكبدية فقط. لو الإنزيمات الكبدية اللي معظم الناس اللي عارفينها دلوقتي الـ AST والـ LT ارتفعت، ساعتها بنعمل تحليل البي سي آر ونشوف كمية الفيروس. لكن اللي يهمنا جدا 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 هو الموجات الصوتية وتحليل الألفا فيتو بروتين. معنا أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم، سؤالك إيه يا باشا؟ حضرتك يا دكتور، عندي كده وجع في جنب اليمين من أسفل كده. يعني من قدام بس من تحت شوية. في الجنب اليمين. بقالها قد إيه الشكوى يا فندم؟ بقالها بتاعي سنتين ثلاثة كده. تمام. هل في اضطرابات في الإخراج، يعني إمساك أو إسهال؟ لا ما فيش اضطرابات خالص، بس بحس وانا باكل، بعد ما باكل الوجع بيجي وجع بسيط كده. تمام. طيب يعني ان شاء الله الامور تكون بسيطه، شكوى حضرتك ان شاء الله هتكون بسيطه. حضرتك هتحتاج تعمل حاجتين، هتحتاج تعمل سونار اشعه تلفزيونيه على منطقه البطن والحوض، دي حاجه، والحاجه الثانيه حضرتك هتحتاج تعمل تحليل بول وبراز. وتحليل البول طبعا العادي، البراز تحليل البراز اللي هو للطفيليات زائد دم خفي في البراز. دي مهم. لو دول طلعوا كويسين، لا يعني في علاجات بسيطه كتير جدا تقدر تحل مشكله حضرتك دي نهائيا باذن الله. يعني هو للاسف القعده مع حضرتك والاسئله والاجابات جميله وممتعه بجد والله يا دكتور هشام، انا بستمتع لما بكون قاعد مع حضرتك، بس للاسف وقتنا خلص، جري بسرعه زي كل مره. تمام. فطبعا بناخد برضك وعد من سيادتك ان شاء الله باذن الله يعني تنورنا تاني عشان نكمل، المواضيع كتيره والاسئله كتيره زي ما حضرتك شايف، ويا دوبك احنا بدانا التهاب القولون التقرحي ودخلت على طول الاسئله. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك. ربنا يخليك، ده شرف. وده شرف ليا ان انا ابقى موجود مع حضرتك طبعا ومع مشاهدين حضرتك. ربنا يخليك. فان شاء الله كده باذن الله يعني وعد باذن الله يكون لنا حلقات تانيه باذن الله نكمل فيها المواضيع دي باذن الله. في نهاية حلقتنا بنشكر أستاذ دكتور هشام المخزنجي أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب قصر العيني على المعلومات الرائعة اللي أفادنا بيها، ونشكر السادة المشاهدين على مساعدتكم لينا، ونوعدكم بلقاء إن شاء الله لو ربنا حيانا كل يوم سبت من الساعة 2 ل 3 على الهواء، والإعادة بتبقى بالليل الساعة 11 في نفس اليوم، ونشوفكم على خير الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.